حبايبي طلبة طلبات صف الأول الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية في أهم مراجعة معانا في الترم ده، واللي هنراجع فيها كتاب المراجعة إنها هي بيت باي بيت. إن شاء الله هنراجع وحدتين وحدتين، وبعد ما نراجع وحدتين وحدتين ونخلص إن شاء الله هنبدأ نحل الاختبارات الموجودة على المنهج بشكل كامل. تعالى كده نبتدي أول المراجعة، ودي بدايتها يونت 1 ودي في صفحة 17. قولي no women، مفيش نساء are wanted for this job، مفيش نساء مطلوبين للوظيفة دي، only a. طبعا هنا مديني في males و males، طبعا طبعا مفيش نساء مطلوبين يبقى اكيد males و males اللي هما الذكور. تعال نشوف number 2، قولي محمد a is called هدى، محمد زي is called هدى، طبعا هنا مديني grandfather و uncle و father، كل دول رجالة، وطبعا هدى ده اسم ايه؟ اسم ست او بنت، فلازم اقول ان، تاني لازم اقول ان. نمبر 3، will I always a swimming at the weekend، طبعا قلنا يا حبايبي الفعل اللي بيجي وراه فعل فيه اي ان جي من دول هو go، so go swimming يعني يذهب الى السباحه. تعال نشوف نمبر 4، بيقول my a is my mom and dad's daughter، my a is my mom and dad's daughter، بنت ماما وبابا، طبعا بنت ماما وهو دي اكيد هتبقى اختي، تاني اكيد هتبقى اختي. اللي بعدها بيقول لي كرم اند كريم، كرم وكريم ار ايه؟ they are brothers and they are both aged 11، اخوات وعندهم 11 سنه، يبقى اكيد they are twins، وان حبايب twins معناها توأم. اللي بعدها نمبر 6، بيقول we like to do a work in hospitals، طبعا هنا طالما هعمل اعمال ايه في المستشفى اكيد اعمال تطوعيه، so it's voluntary work. اللي بعدها بيقول هايدي went to live a her grandfather، هايدي راحت عشان تعيش مع جدها، طبعا يعيش معها اسمها live with. اللي بعدها بيقول we should eat a food to keep fit، طبعا عشان نبقى اصحاء فلازم ناكل healthy food، وقلنا healthy food اللي هو الطعام الصحي. نمبر 9، بيقول لي the opposite of difficult، وان opposite هنا حبايبي معناها عكس، فبيقول لي عكس كلمة difficult is، طبعا عكس صعب اكيد سهل easy. نمبر 10، بيقول my A is playing the drums، my A is playing the drums، طبعا هنا playing the drums دي تعتبر هواية، فبالتالي هقول hobby، hobby بمعنى هواية. طب تعال نشوف نمبر 11، بيقول لي we have one A called Fatma، her father is my uncle، طبعا باباها يبقى عمي، يبقى هي بنت عمي، وبنت عمي يبقى cousin، تاني بنت عمي يبقى cousin. تعال نشوف يلا نمبر 12، بيقول لي I a video calls with my friends، طبعا هنا بعمل مكالمات فيديو اسمها make video calls. نمبر 13، بيقول لي my A is called مؤمن، he is 2 years old، he is 2 years old يعني هو عنده سنتين اتنين، يبقى اكيد ده my son، son يعني ابن، لو لاحظنا الباقي كله هنلاقيه بنات او ستات. اللي بعدها نمبر 14، بيقول لي the 6th of October is a big A in Egypt، طبعا مدينة السادس من اكتوبر عارفينها كلنا، يبقى is a big city، city يعني مدينة، انما village بمعنى قرية وcountry بمعنى دولة وsea بمعنى بحر. اللي بعدها نمبر 15، بيقول عمرو plays the drums in A، طبعا بيقول عمرو بيلعب او بيضرب الطبول في ايه؟ اكيد في فرقة موسيقية، والفرقة الموسيقية حبايبي اسمها band. The next number 16، بيقول I play A with my brother، انا بلعب ايه مع اخويا، طبعا هنا اللعبة اكيد chess، chess اللي هو الشطرنج. نمبر 17، بيقول خديجة is my parent، خديجة دي احد والدي، يبقى she is my A، اكيد خديجه دي مش هتبقى ابويا طبعا، احد والديا يبقى اكيد يا ماما يا بابا، طب هي خديجه مش هقول ابويا هقول مامتي. اللي بعدها نمبر 18، بيقول يو كان جيت ميت اند ميلك فروم ا، انت ممكن تجيب لحمه وكمان لبن من ايه؟ اكيد من الجوت، المعزه، طبعا مش هينفع اجيب لحمه ولبن من القطه ولا من الكلب ولا من الاسد. نمبر 19، بيقول لي از ا تشايلد هوز فاذر اند ماذر دايت، طبعا الطفل اللي باباه ومامته ماتوا اكيد ده بسميه اورفن، وان اورفن بمعنى يتيم. واللي از ا روم ات ذا توب اوف ا هاوس، طبعا في قمه البيت دي بسميها اتيك اللي هي الغرفه العلويه او الصندره. نمبر 21، بيقول علي واز ا جريت اي، هي وان ا لوت اوف سبورتس ميدلز، يعني علي كان ايه عظيم وكسب ميداليات رياضيه كتير، يبقى اكيد علي واز ا جريت جيمناست، وجيمناست يعني لاعب جمباز. اللي بعدها بيقول اي واتشت، يعني انا شاهدت an interesting day with a famous singer yesterday، مع مغني مشهور امبارح، طبعا ده interview، وقلنا interview بمعنى مقابلة او حوار. نمبر 23، بيقول لحسن is a hard he wants to get a gold medal، طبعا عايز يجيب ميدالية ذهبية، فاكيد حسن is training، وقلنا training حبايبي or practicing بمعنى يتدرب. نمبر 24، بيقول لي the three men had a great when they got lost in the forest، طبعا هنا بيقول لي الثلاث رجاله دول قاموا بايه لما تاهوا في
الغابة، أكيد adventure يعني مغامرة عظيمة. The next بيقول لي A is a musical instrument you hit with your hands or a stick. طبعا بيقول لي إيه هي آلة موسيقية، مين في دول الآلة موسيقية؟ بس خلي بالك قالك you hit with your hands، بتضربها بإيديك أو بستيك، ستيك يعني عصاية، أكيد دي الدرام وهي الطبلة. تعال نشوف يلا الأسئلة اللي على الجرامر بتاعت يونت 1. بيقول لي I done a football but I like music. طبعا عارفين الكلام كله كان على المضارع البسيط، فهنا هقول I don't like لأن يا حبايبي I done بيجي وراها مصدر، done و doesn't بيجي وراها مصدر. اللي بعدها بيقول لي this book belongs to me يبقى it's a. بيقول لي الكتاب ده يخصني يبقى أكيد هو ملكي. طب بس أنا عايز ملكي اللي ما بيجيش وراها اسم، وقلنا ملكي اللي ما بيجيش وراها اسم هي mine، it's mine يعني ملكي، ما ينفعش أقول my. قال لي لا. طب her؟ لا. طب his؟ قال لي لا طبعا، لان قال لي belongs to me يعني بتاعي انا. اللي بعدها ايه tablet is this؟ قال لي it's mine. طبعا لما اسال عن الملكيه بسال بكلمه whose. حبايبي اللي متابعش شرح الدرس ده يخش على قوائم التشغيل ويجيب الصف الاول الاعدادي، هلاقي دروس الجرامر كامله من اول درس لغايه اخر درس. تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي my brother often eat TV at night it's his habit. بيقول لي دي العادة بتاعته، خلي بالك إيز يعني العادة دي في المضارع، يبقى إذا my brother often watches. The next my car is red is blue. تاني my car is red يعني عربيته حمراء، إيه is blue؟ أكيد يبقى عربيتك. طب هنا ما جابليش وراها اسم، يبقى عايز ضمير ملكية من صفة ملكية، يعني أقول your ولا yours؟ لا هقول yours. yours is blue يعني بتاعتك أنت لونها أزرق. اللي بعدها بيقول لي هون مروة and فاطمه leave. طبعا الفعل هنا في المصدر يبقى اكيد هجيب قبله do او does، يعني ما اجيبش is او are، لا لان are بيجي وراها verb plus ing وhas بيجي وراها past participle. طب يبقى يا do يا does. طب مروة and فرحه الاثنين دول جمع، فبالتالي لازم اقول do. تعال نمبر 7 بيقول لي these are our bags، دي الشنط بتاعتنا. those bags are، طبعا بيقول لي الشنط دي بتاعتنا. these are our bags. those bags are، هنا بقى مش جايب لي اسم، فبالتالي هختار ضمير ملكية يبقى ours. تاني ours، وانا طبعا شايف ان هي لازم يقولوا these برضو، لان معنى ان انا اقول هنا these are our bags those are، يبقى هنا بيتكلم على شنط تانية، وممكن تكون الشنط دي والشنط اللي هناك برضو كلها بتاعتنا. طيب اللي بعدها بيقول لي we never a people. طبعا لما يقول لي these وهنا يقول لي these يبقى هي نفس الشنط. طب دي these ودي those يبقى دي شنط تانية، وبرضو الاتنين بتوعنا. اللي بعدها بيقول وي نيفر اي بيبل. طبعا يا حبايبي نيفر يبقى هجيب وراها هيرت، لان وي بيجي معاها مصدر الفعل، يبقى وي نيفر هيرت يعني مصدر، ما ينفعش اقول وي نيفر دازنت، خلاص ما انا جبت نيفر، ما ينفعش اجيب دازنت. اللي بعدها اوفن شي ريد ا نيوز بيبر. حبايبي طالما قلت هاو اوفن يبقى هجيب وراها دو او داز. طب شي تاخد ايه؟ قال لي هاو اوفن داز شي ريد. تاني داز شي ريد. ذيس از اي باج هيرز، دي بتاعتها، يبقى اذا هير باج. هنا عايز صفه ملكيه اللي بيجي وراها اسم، هنا ضمير ملكيه ما بيجيش وراها اسم. تعال نشوف المستيكس. بيقول لي اي يوزوالي جيتس هوم ات 3 كلوك. طبعا اي يا حبايبي ما يجيش معاها فعل في اس، يجي معاها مصدر، فالمفروض اقول جيت. ذا نيكست علي درينك تي افري داي. افري داي مضارع بسيط صحيح، بس علي ما ياخدش درينك، علي ياخد يا حبايبي ها درينكس. برافو عليكم. ذا نيكست يوزوالي جوت اب. طبعا يوزوالي مضارع بسيط، فبالتالي ما ينفعش اقول جوت، لازم اقول جيتس اب. جيتس اب. ذا نيكست This is her computer. It's mine. بقولي ده كمبيوتر بتاعها، يبقى عايز اقول ملكها، بس ضمير الملكيه اللي ما بيجيش وراها اسم اسمه hers، لازم احط لها اس. عادل can't find the hymn book. طبعا انا بقول عادل مش لاقي كتابه، عايز انسب الكتاب ده لعادل، يبقى اجيب صفه ملكيه، يبقى اذا عادل can't find his book. عادل can't find his book. طبعا هنا اول سؤال في التست بيجي لي عن الليسننج، المفروض ان انا بسمع الليسننج كويس وبعد كده بجاوب على الاختيارات الموجوده عندي. طبعا هنا بيقول لي ماي نيم از مريم، انا اسم مريم، ام 10 years old يعني انا عندي 10 سنين، ماي ماذر از ا تيشر يعني ما مدرسه، اند ماي فاذر از ا تيشر تو، اي هاف تو براذرز عندي اخين اثنين مصطفى اند ماهر. مصطفى از 7 years old and ماهر از 2 years old. تعال بقى نشوف كده، بقول مريم از ايه years old. طبعا مريم از 10 years old على حسب ما سمعنا. بقول both her parents are يعني باباهم ومامتها are teachers يعني مدرسين. بقول مريم has to a مصطفى and ماهر، طبعا has two brothers يعني عندها اخين اثنين. بقول مريم wants to be عايزه تكون a doctor يعني عايزه تكون دكتور. تعال نشوف الديالوج كده. بقول لي complete the following dialogue. سما and نهى. سما says what's your mother's job، بتقول لها ما هي وظيفه مامتك، قالت لها she is a. طبعا هنا ما اقدرش اجيب عن الوظيفه الا لما اكمل. بيقول لي وير اي شي ورك،
قال ليش ايه انا هوسبيتال. هنا لما قال لي انا هوسبيتال يبقى اكيد هتبقى دكتوره، يبقى هتقول لها شي از ا دكتور. تاني شي از ا دكتور يعني هي دكتوره. هتلاقي وير ايش شي ورك يعني اين تعمل. طيب اكيد في المضارع البسيط بسال بدو او داز، يبقى اذا وير داز عشان شي طبعا، يبقى وير داز شي ورك. قال لي شي ايه انا هوسبيتال، اكيد شي وركس انا هوسبيتال. يعني شي وركس انا هوسبيتال يعني هي بتعمل في مستشفى. طالما جبت هنا داز يبقى لازم الفعل ينزل تحت في اس. بيقولوا داز شي هيلب سيك بيبل، هل هي بتساعد الناس المرضى؟ قال لها يس اوف كورس، نعم بالطبع. طب هاو ايه شي؟ قالت لها شي از 48 اولد. طبعا بسال على العمر بهاو اولد، تاني بهاو اولد. شي از 40 اكيد ييرز اولد. تاني شي از 40 ييرز اولد يعني هي عمرها 40 سنه. بتقول لها وات يو وانت تو بي؟ قالت لها اي وانت تو بي ا دكتور لايك ماي ماذر، يعني انا عايز اكون دكتوره شكل ماما. تعال نشوف يلا المسج بتاعتنا. بيقول لي ماي نيم از عمر، يعني انا اسمي عمر. ماي انكل اند انت ليف ان الكسندريا، يعني عمي وعمتي عايشين في اسكندريه. ذي ليف نيكست تو ذا بيتش، عايشين جنب الشاطئ. ذي هاف ا بيوتيفول هاوس، يعني عندهم منزل جميل. اي جو تو الكسندريا وذ ماي فاميلي، بروح مع اسرتي. وي جو اند فيزيت ذيم، بنروح نزورهم. بات اتس ا لونج، يعني ده طريق طويل. ات تيكس 3 اورز تو جيت ذير، ده بياخد منين ايه 3 ساعات عشان نوصل هناك. وقلت لك يا حبايبي لازم اشوف ذير دي عايده عليا قبل ما امشي، عشان اكيد هجيب عليها سؤال. اكيد ذير دي عايده على بيت عمي وعمتي او عايده على اسكندريه. سو وي جو ذير باي باص، بنروح بالاتوبيس. We always visit them in summer. احنا دايما بنزورهم في الصيف. I like to play with my cousins. بحب العب مع اولاد عمي on the beach على الشاطئ. We go swimming. بنروح نسبح in the sea في البحر. We usually have fish for lunch. بنتناول سمك دايما على الغدا there. I like to see them because I love them. انا عايز اشوفهم لاني بحبهم. We always enjoy our visit because we do a lot of things. لاننا بنعمل حاجات كتير. تعالى كده على اول سؤال، بيقول لي هاو لونج داز ات تيك تو جو تو الكسندريا، يعني بياخد قد ايه عشان يروح اسكندريه؟ اكيد شكل ما قال لي 3 اورز. طبعا 3 اورز يعني 3 ساعات. تاني 3 اورز 3 ساعات. اللي بعدها بيقول لي واي داز عمر لايك تو سي هيز كازنز، يعني ليه بيحب يشوف ولاد عمه؟ شكل ما قال لي في القطعه وبيحب يشوفهم. بيكوز يعني لان، بيكوز هي لافز ذيم، لانه بيحبهم. طبعا بيلعب معاهم الكلام ده. اللي بعدها بيقول لي what do they do on the beach، يعني بيعملوا ايه على الشاطئ. طبعا شكل ما قال لي ان هم they play، يعني هم بيلعبوا on the beach، يعني هم بيلعبوا على الشاطئ. ممكن اقول they go swimming in the sea، بس اللي جابها لي ان هم play on the beach. بيقول لي عمر and his family go to Alexandria Inn، طبعا شكل ما قال لي ان احنا بنروح في الصيف. اللي بعدها بيقول لي عمر's uncle and aunt have a beautiful inn in Alexandria، بيقول لي ان عم عمر وعمته او مرات عمه عندهم ايه جميل في اسكندريه. طبعا شكل ما قلنا ان هم have a beautiful house، يعني منزل جميل. The underlined word there refers to، طبعا شكل ما قلنا ان there دي عايده على Alexandria يعني اسكندريه. اللي بعدها بيقول لي his a his father and mother died a year ago، يبقى اكيد طالما ابوه ماتوا يبقى اكيد an orphan. اللي بعدها بيقول لي مستر محمد usually a us English، طبعا هنا مستر محمد اكيد هيدرس لنا. usually مضارع بسيط يبقى teaches. the next I a video calls with my friend، يبقى اكيد شكل ما قلنا دلوقتي make video calls. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي which house is yours، اني بيت ده بيت من دول بتاعكم انتم، فاكيد هقول له بتاعنا او بيتنا. طب هنا مفيش اسم، يبقى بالتالي هجيب ضمير ملكيه من صفه ملكيه، فهقول ours. اللي بعدها بيقول لي there was a with a famous actor on TV last week، يبقى there was an interview، يعني كان في مقابله. اللي بعدها بيقول لي I like playing a with my friend at the weekend، يعني في عرض نهايه الاسبوع. اللي بيتلعب من دول شكل ما قلنا تشيس، قلنا تشيس اللي هو الشطرنج. حبيبه سيس، حبيبه بتقول that a favorite sport is volleyball، اكيد رياضتها المفضله بتاعتها هي، فبالتالي هقول هير. ايه ده ما اقولش هيرز، هقول لك لا ما هو جاب لي الاسم، يبقى ما ينفعش اجيب ضمير ملكيه، بجيب صفه ملكيه. نمبر 8 بيقول لي ماي فاذرز براذر، يعني اخو ابويا. از ماي اكيد از ماي انكل، يعني عمي. اللي بعدها بيقول لي ماي فاذر كان ميت يو توداي، يعني بابا مش هيقدر يقابلك النهارده. هي از تو، لانه هي اكيد تو بيزي، يعني ايه بيزي يا حبايبي؟ مشغول. نمبر 10 بيقول لي از ا سبورت، يعني رياضه. which has a lot of different skills، فيها مهارات مختلفه. such as jumping، شكل الايه؟ القفز، دي اكيد جيمناستكس. وانا جيمناستكس اللي هي رياضه الجمباز. اللي بعدها بيقول لي I always goes، طبعا انا حبايبي اي ما بيجيش معاها جوز، ما بيجيش معاها فعل في اس، اي بيجي معاها جو مصدر.
مي كار از بلو، طبعا عايز اقول سيارتي، يبقى عايز صفه ملكيه، يعني اقول ماي، طب ما اقولش ماين، قال لي لا لان وراها اسم. دو وليد ورك هارد، طبعا وليد مفرد فاخد يا حبايبي داز، يبقى داز وليد ورك هارد. طيب نمبر 4 بيقول لي علي تولد مي ذات هير فاذر از ا دكتور، يعني علي بيخبرني ان باباه، طب باباه يعني هير، اقول لك لا باباه يعني هيز فاذر، سو هيز فاذر از ا دكتور. طبعا الباراجراف بيكلمني عن يور فاميلي ماي فاميلي، وده اتكلمنا عنه قبل كده، بتكلم عن اسرتي، بتكلم عن بابا، بتكلم عن ماما، كمان بتكلم عن اخواتي، بقول عندي كام اخ، عندي كام اخت، طبعا بذكر اسم كل واحد وبذكر وظيفه كل واحد وبذكر كمان صفات كل واحد، فيبدا اكون باراجراف سليم. لكن لازم اخلي بالي ان انا بسيب اندنت فراغ في بدايه الجمله، وبعدين اكتب جمله عامه شكل اي لايك ماي فاميلي، يعني اي لايك ماي فاميلي، انا بحب ايه اسرتي، وبعدين بعد ما انهي الجمله دايما في الاستوب ابدا اتكلم عن ماي فاذر، هقول ماي فاذر يعني بابا، is called يعني يدعى، خلاص مثلا علي اسمه ايه؟ علي، he is يعني هو، واذكر عنده years old، عنده كام ايه؟ كام سنه، خلاص he is يعني هو، وابدا اجيب الوظيفه a doctor يعني هو دكتور، خلاص لو عايز اجيب صفه ليه هجيبها، ابدا اتكلم نفس الكلام عن my mother عن my brothers عن my sister كده، يبقى هنا هبدا اكون باراجراف جميل وسليم. في نهاية كل جملة في الاستوب كابيتال لتر، وبداية الباراجراف لازم احط اندنت، لازم اسيب اندنت يعني فراغ. تعال نشوف مراجعة الوحدة الثانية، ودي في صفحة 27، بيقول لي ماي براذر از ان تو ذس يير، طبعا هنا في الصف الثاني اسمها ان جريد 2، جريد 2 يعني الصف الثاني اللي بعدها، بيقول لي ليرن اباوت ديفرنت كونتريز ان اي ليسنز، طبعا اتعلم عن الدول المختلفة في السوشيال ستاديز، وانا السوشيال ستاديز اللي هي الدراسات الاجتماعية. بيقول از لارج روم وير بيبل كان ميت توجذر، يعني اوضة كبيرة بيتقابل فيها الناس، قلنا دي اسمها هول هول. ذا نيكست نمبر 4 بيقول ماي سون ريلي لايكس دروينج، يعني ابني بيحب ليه يا حبايبي الرسم، سو هيز فيفورت سبجكت از ايه، طبعا مادته المفضلة هي ايه؟ اكيد هي ارت الرسم. اللي بعدها بيقول وي اوفن بورو بوكس فروم ذا، بنستعير الكتب منين يا حبايبي؟ اكيد من المكتبة، والمكتبة اسمها لايبرري، لايبرري، وخلي بالكوا يا حبايبي في لايبرري دي بستعير واقرا فيها، لكن البوك شوب او البوك ستور دول اللي انا بشتري منهم الكتب. بعدها نمبر 6 بيقول كارز نو موبايلز اون بايكس ار فورمز اوف، دي كلها وسائل ايه؟ وسائل نقل، يبقى مينز اوف اور فورمز اوف ترانسبورت، ترانسبورت يعني نقل. اللي بعدها بيقول وين دو يو يوجوالي لانش، طبعا هنا طالما في دو لازم اجيب الفعل في المصدر، طب والفعل اللي بيجي مع لانش هو هاف، هاف لانش. The next number 8 بيقول لي you should always arrive at school 8 time، لازم نوصل في الموعد، وفي الموعد يا حبايبي اسمها on time. بعدها number 9 بيقول لي I play with my friends، يعني انا بلعب مع اصدقائي in the A at break، بلعب مع مين؟ مع اصدقائي فين؟ في الفسحة، خلاص يبقى اكيد في البلاي جراوند وهو الملعب او الفناء. نمبر 10 بيقول لي the rules، وان rules يا حبايبي يعني القواعد of this game، بتاعت اللعبة دي is a simple، طبعا هنا is quite simple، عايز كلمة كويت اللي معناها إلى حد ما، فين إلى حد ما؟ ال دي كيو اي تي اي، مالدي دي معناها هادئ. طب نمبر 11 بيقول ستودنتس هير كان درايف اي اون ذا سنو ويل، طبعا بيقول على الجليد يبقى اكيد هيسوق سنو موبايلز. اللي بعدها بيقول له ماي اي سبورت از تنس، طبعا هنا سبورت يعني رياضة، يبقى اكيد ماي فيفورت سبورت از تنس، يعني رياضتي المفضلة هي التنس. تعال نشوف يلا نمبر 13 بيقول لي on a weekend I meet my friend in the club، طبعا هنا قلنا on a typical weekend، on a typical بمعنى نمطي او نموذجي. اللي بعدها بيقول لي is a small narrow boat for one or two people، طبعا كده قارب ضيق كده وصغير، ده بسميه كانو، كانو. The next I bought a new bike last week because I wanted to a to school، طبعا هنا لان كنت عايز اركب الدراجة المدرسة اسمها سايكل، سايكل لان دي باي بايك. The next number 16 بيقول how do you go to school، ازاي بتروح المدرسة؟ I go there in a canoe، قلنا حبايبي in a canoe، in a canoe. The next is the main language of the Arab people، اللغة الرئيسية للعرب هي الأرابيك اللي هي اللغة العربية. بيقول those students go to school on a snowmobile، طبعا هنا on a snowmobile يعني على دراجة، دراجة الجليد. اللي بعدها بيقول لي we learn about numbers at a lessons، طبعا هنا بنتعلم عن الارقام في مادة الرياضيات. اللي بعدها بيقول لي the opposite يعني عكس of safe، عكس safe اللي هي امن، عكسها كده dangerous يعني خطير. The next بيقول لي I rang the door، يعني انا رنيت الباب.
ايه but there was no answer. طبعا هنا دور بيل، دور بيل اللي هو ايه جرس الباب. طب فين بيل في دول؟ قال لي بيل اهي بي اي ال ال. اللي بعدها بيقول لي واتس يور فيفورت ايه؟ قال لي اتس ساينس، ساينس دي ماده، طالما ماده يبقى سبجكت. ذا نيكست بيقول لي وي ليرن اباوت اكتنج ان ليسنز، بنتعلم التمثيل في ايه؟ قال لي في الدراما ليسنز، في الدراما ليسنز. بعدها نمبر 24 يو شود سليب ايرلي to eat up early حسام، يعني عشان تصحى بدري لازم تنام بدري. خلاص يبقى to wake up early، to wake up، wake up معنى استيقظ. نمبر 25 well I have an excellent ايه so I always cycle to school، بروح على الدراجة، يبقى اكيد عندي دراجة، يبقى بايك، بايك. تعال نشوف يلا الجرامر بتاعنا، واللي كان لسه بيكلمني عن المضارع البسيط وكمان بيكلمني عن ابوستروفي اس الملكية. بيقول لي نانسي and I go out for coffee together، it's our habit، دي عادتنا. يبقى اذا always، always يعني دائما، طالما هي عادتنا يبقى اكيد هقول always. اللي بعدها هو ايه؟ football on Tuesdays، طبعا قلنا ظرف التكرار يا حبايبي بيجي دايما قبل الفعل، ما عدا verb to be، verb to be يجي قبل ظرف التكرار، يبقى دايما اقول we usually play، we usually play. طب ما قلتش plays؟ اقول لك لا، عشان we بيجي معاها مصدر. اللي بعدها بقول my brother علي lives next door، يعني اخويا علي عايش جنبنا، so we see him، طالما عايز جنبنا يبقى اكيد هشوفه كتير، يبقى اكيد often، we often see him. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي it air rains in the desert in the summer، بيقول لي في الصيف يبقى قلما تمطر، يبقى اذا او ما بتمطرش خالص، يبقى اذا هقول it never، never rains. اللي بعدها بيقول لي my uncle is my a brother، طبعا بيقول لي عمي، عمي ايه يا رب؟ عمي يبقى اخو مين؟ اكيد اخو بابا، يبقى اذا او ماما طبعا، يبقى اذا my mother's، mother's خلي بالكوا حبايبي، mothers انا ما عنديش غير ام واحده، فما ينفعش اقول mothers اللي اخرها اس ابوستروفي، لان اس ابوستروفي معناه ان دي امهات يا حبايبي، امهات كتير. طب تعال نشوف نمبر 6، بيقول لي منى جوز تو اي سكول ان جيزه، طبعا هنا بتروح مدرسه بنات مش بتروح مدرسه بنت واحده. طب البنات قال لي اسم الجامع بينتهي باس، يبقى لازم احط لها ابوستروفي بس، يبقى اسمها اس ابوستروفي، يبقى girls الاخرانيه. اللي بعدها بيقول لي they hard for their exams، طبعا قلنا يا حبايبي ظرف التكرار بيجي قبل الفعل، فلازم اقول they always study hard، study hard، اوعى تقول studies عشان they. اللي بعدها بيقول we wear warm clothes in winter، طبعا هنا طالما قلت we وعندنا warm clothes اللي هي الملابس التقيله يعني في الشتاء، طبعا فاحنا دايما بنلبس ملابس تقيله في الشتاء، يبقى المفروض اقول we always. اللي بعدها بيقول what's your a name، هقول اسم، ما اسم باباك ولا ما اسم ابهاتك؟ وانت ليه 50 اب؟ قال لي لا طبعا ده هو اب واحد وما بينتهيش باس، فلازم اقول fathers. اللي بعدها بيقول لي كمبيوتر از ذات، قال لي اتس عالس كمبيوتر، قلت يا جماعه طالما الاجابه ابوستروف في اس ملكيه او صفه ملكيه يبقى السؤال بهوز، يعني هوز هي اللي بتسال عن الملكيه. داد ريدز نيوز بيبر هي لايكس ذات سو ماتش، يعني بيحب ده كتير جدا، طبعا طالما بيحب القراءه يبقى اوعى تقول دازنت، ثانيا دازنت ما يجيش معاه اس، اوعى تقول نيفر، ليه؟ لان قال لي بيحب الكلام ده، يبقى لازم اقول يوجوالي. ذا نيكست بيقول لي واتس يور انس جوب، قال لي شي از، شي دي يعني هي عمه واحده، ما بيسالش عن عماتي كلهم، فبالتالي انت ما فيش في نهايتها اس، فبالتالي لازم احط لها ابوستروفي اس مش اس ابوستروفي، فلازم اقول انس تاني، لازم اقول انس. ذا نيكست اللي بعدها بيقول لي هاو لونج دو يو جيت اب ات 6:30 ام، قال لي اولويز، طبعا قلنا ظروف التكرار بسال عنها بكلمه هاو اوفن، تاني يا حبايبي هاو اوفن مش هاو لونج، تاني هاو اوفن مش هاو long. The next bully the men's bags are here، طبعا قلت يا جماعه الموضوع مش ان الاسم جمع، الموضوع هل الاسم الجمع ده بينتهي باس ولا لا، طبعا من ما بتنتهيش باس فحط لها ابوستروف اس عادي جدا يبقى men's، فحط لها ابوستروف اس عادي جدا فتبقى men's. اللي بعدها بيقول لي دعاء از علي's daughter، طبعا هنا بنت علي، علي ما بينتهيش باس فحط له ابوستروف اس مش اس ابوستروفي. اللي بعدها هو لابتوب از ذات، قال لي اتس ماي لابتوب، جاوب لي بصفه ملكيه فلازم اقول هوز، هوز يا حبايبي بسال بهوز عن الملكيه. تعال نشوف يلا تيست 2، قلنا لازم نسمع الليسننج الاول كويس عشان نعرف نجاوب على الاختيارات دي. البنت بتقول I am Hanan, I'm a student, I live in Tanta, Egypt, I get up at 6:30, my school is not far from my house, so my mother walks to school with me. تعال نشوف كده، بقول حنان is a، طبعا حنان is a student، اللي بعدها بقول حنان goes to school with her، طبعا بتروح المدرسة مع مامتها، اللي بعدها بقول حنان gets up at، أكيد قلنا 6:30. طب حنان lives in ايه؟ قلنا lives in طنطا. تعال نشوف كده الدايلوج بتاعنا، طبعا هنا منى is talking to Sarah، منى says hello Sarah
Who is your science teacher this year? مين مدرس العلوم بتاعكم السنة دي؟ فقالت لها مستر عمر is our science teacher this year، يعني الأستاذ عمر هو المدرس بتاعنا السنة دي. فبتقول لها مستر عمر I really like him، أنا بحبه جدا. فقالت لها me إيه؟ أكيد هتلاقيها me too. me too يعني وأنا أيضا. قالت لها what's your favorite إيه؟ قالت لها is my favorite subject. يبقى أكيد قالت لها what's your favorite subject، يعني ما هي مادتك المفضلة. قالت لها is my favorite subject، استنى شوية عشان تعرف. قالت لها what about math، ماذا عن الرياضيات؟ ايه you good at it؟ قالت لها yes I'm really good at it. طبعا هنا طالما قالت لها what about math يعني ماذا عن الرياضيات، يبقى اوعى تقول ان هنا المادة بتاعتي المفضلة هي الماث. ليه؟ لان هي بتسألها عن الماث معناها ان ما قالتلهاش اي معلومات عن الماث. فاذا ممكن تقول لها science اللي هي المادة بتاعت مستر عمر، وممكن تقول لها انجلش، انجلش يعني الانجليزي is my favorite subject. بتقول لها what about math، ماذا عن الرياضيات؟ are you good at it؟ قالت لها yes I'm really good at it. قالت لها ايوه انا كويسه فيها. طبعا الاجابه ب yes يعني السؤال بادئ بفعل مساعد، عند I am بتطلع في السؤال are you، يبقى are you good at it؟ قالت لها yes I'm really good at it. فبتقول لها ايه have you got PE؟ قالت لها tomorrow، بكره. يبقى بتسال عن الوقت، يبقى المفروض تسالها when، فتقول لها when have you got PE. تعال نشوف القطعه بتاعتنا كده. بقول ماي نيم از عمر، يعني انا اسمي عمر، اي انجوي ريدنج بوكس، بستمتع قوي بقراءه الكتب. وان داي في يوم من الايام اي ونت تو ذا سكول لايبرري، رحت مكتبه المدرسه تو بورا بوك اباوت سبيس ترافل، يعني عشان استعير كتاب عن السفر للفضاء. مستر نادر اور تيشر اوف ساينس، يعني استاذ نادر ده مدرس العلوم، اسكد اس تو ريد ات، طلب مننا ان احنا نقراه. طب نقرا ايه؟ نقرا الكتاب ده عن السفر للفضاء. On my way I found a small bag on the ground، لقيت شنطة على الأرض وأنا في الطريق. I opened it to see if I could read the name of its owner، فتحتها كده عشان أعرف لو فيها اسم صاحبها. Inside the bag، جوه الشنطة، there was an expensive watch، كان في ساعة غالية، and a lot of money، فلوس كتير. I didn't find any name so I took the bag to the headmaster، خدتها للمدير، who was pleased because I was honest، يعني كان سعيد جدا لأن أنا كنت أمين. كلمة honest يا حبيبي معنى أمين. Later on Mr. Nader went to my class and thanked me because the bag I found was his. يا نهار ابيض، الشنطة كانت بتاعة مستر نادر. طب تعال نشوف بقى السؤال الاولاني، بيقول why did عمر open the bag، يعني ليه عمر فتح الشنطة؟ طبعا شكل ما هو مديني to see عشان يشوف if he could، لو كان يقدر خلاص read the name أو يقدر يقرأ اسم of its owner. كلمة owner يا حبيبي معناها مالك، لو يقدر يقرأ اسم مالك الشنطة. اللي بعدها بقولي who was the owner of the bag، طبعا مين هو كان مالك الشنطة؟ أكيد مستر نادر، يعني الأستاذ نادر. طيب تعال نشوف اللي بعدها، بقولي what was inside the bag، يعني إيه اللي كان جوه الشنطة؟ طبعا شكل ما شفنا كان an expensive watch، يعني كان في ساعة غالية قوي، and a lot of money، يعني كان في فلوس كتير. اللي بعدها في underlined word it refers to، طبعا it شكل ما قلنا حبايبي عايدة على البوك. اللي بعدها بقول عمر gave the bag to، طبعا اداها للهيدماستر اللي هو المدير. طب مستر نادر is a، طبعا مستر نادر ده is a teacher يعني مدرس. تعال نشوف نمبر 1، بيقول لي I go out after work، I like doing that، انا بحب اعمل كده، يبقى اكيد I always، يعني انا دايما. اللي بعدها is a vehicle، vehicle دي يا حبايبي معناها مركبه، تاني vehicle معناها مركبه. that you can drive on a snow، بتسوق على التلج، يبقى دي snowmobile. اللي بعدها بيقول لي good students they do their homework، طبعا الطلبة الكويسين مالكش الوحشين، يبقى أكيد usually do their homework. تعال نشوف يلا نمبر 4، بيقولي the shop over there is for a clothes، طبعا هنا حبايبي ملابس حريمي. طب ملابس حريمي، هل الحريم دول أو النساء؟ اسم الجمع ده بينتهي بإس؟ هقول لك لا ما بينتهيش بإس، بحطوا له أبوستروفي إس عادي، يبقى women's. اللي بعدها بيقول I'm good at drawing، عارفين يا حبايبي إن good بتاخد حرف الجر at يعني جيد فيه. اللي بعدها we paint and draw in a lessons، طبعا يا حبايبي في حصة الرسم. اللي بعدها بيقول is the subject for studying people and how they live، يعني بتدرس الناس وازاي بيعيشوا، أكيد دي social studies، تاني social studies. اللي بعدها بيقول لي the student arrived in Giza 8 o'clock، طبعا قلنا الساعة يا حبايبي بتاخد حرف الجر at. اللي بعدها بيقول لي when do they have lunch،
تاني when do they have lunch at half a three. قلنا يا حبيبي half ما ينفعش تيجي مع two ابدا, هي half past يعني نص, ما فيش حاجه اسمها الا نص. نمبر 10 بيقول لي our school has a big A, طبعا المدرسه بتاعتنا فيها ايه, يبقى فيها صاله كبيره, بهو كبير, يبقى اكيد هول. اللي بعدها بيقول لي سلمى smiles never, طبعا قلنا يا حبيبي ظرف التكرار بيجي قبل الفعل, فالمفروض ان انا اقول never smiles تاني, never smiles. طب تعال نشوف اللي بعدها, بيقول مصر اسامه is never helpful so we like him, طالما بنحبه يبقى مش معقول هقول عمره ما بيكون متعاون, المفروض اقول always, always not never. اللي بعدها بيقول لي she always is, قلنا يا حبيبي ظرف التكرار بيجي قبل الفعل, بس verb to be يجي قبل ظرف التكرار, فالمفروض اقول is always تاني, is always. That is احمد's car, he drives very well, طبعا دي عربيه احمد هو بيسوق كويس. طبعا احمد هنا ما بينتقيش باس, فحط له ابوستروفي اس ملكيه عادي جدا, فحول احمد's car تاني, احمد's car ابوستروفي اس. طبعا هنا الباراجراف بيكلمني عن يور داي ات سكول, يعني يومك في المدرسه, وشكل ما قلنا قبل كده ان انا بتكلم عن يومي في المدرسه ببدا من اول يوم خالص, من اول ما بصحى وبعدين بتناول الفطار وبعدين بروح المدرسه امتى, بروح المدرسه الساعه كام, بروح المدرسه مع مين, بعمل ايه في المدرسه, ما بعملش ايه في المدرسه, كل ده لازم اكتبه في باراجراف زي ده. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما فعلتش الجرس فعل الجرس بسرعة, ولو ما اشتركتش في القناة اشترك بسرعة عشان ان شاء الله تقدر تتابع المراجعة دي بتاعي كراسة بيت بابيت, المراجعة النهائية. لو معاك الكتاب ممكن تتابع معانا, حتى لو مش معاك الكتاب ممكن تتابع معانا وتستفيد من كل اللي بنقوله ان شاء الله. Goodbye, السلام عليكم.